ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام. تعالوا النهاردة هنعمل الفيديو المنتظر لكل سنة. كل سنة وانتم طيبين. هنبتدي النهاردة هنعمل التركي لثانكس جيفينج ان شاء الله. احاول انزل لكم الفيديو دوت على يوم الحد بالليل او يوم الاثنين الصبح قبل ثانكس جيفينج، عشان تقدروا ان انتم تحضروا الحاجات اللي انتم عايزينها. انا هقول لكم الحاجات دلوقتي اللي انتم محتاجينها للتركي هتكون عامله ايه، الحاجات اللي هنستخدمها في تتبيله التركي المره دي. حاجات بسيطه جدا هتكون موجوده، معظم الحاجه موجوده اكيد عندكم في البيت. لو مش موجوده تقدروا تجيبيها من الماركت العربي او من الماركت اي ماركت جنب البيت عندك هيكون متوفر الحاجات دي. اول حاجه عندنا هيكون موجود معانا هو التركي بتاعنا. التركي بتاعنا انا جايبه المره دي اللي هو باتر بول. البراند ديت حلوه جدا ان احنا تعمليها، وجوسي وحلو خالص ان احنا نستخدمه. انا هيكون عندي توابل ناشفه. التوابل الناشفه اللي هتكون عندي هي عباره عن قرفه عيدان واليانسون النجمة، ورق لوري، حبهان صحيح، اول سبايسز او اللي هي الكبابة الصيني المدورة دهيت اهي، ومستكة، وقرنفل. القرنفل اهو، قرنفل مسمار، والمستكة كلنا عارفينها اللي هي الموجودة اهي. وعندي حاجة كمان ما جايباها معايا من مصر وموجودة هنا في الماركت العربي اللي هو زر الورد اهو. هحط دولت كلهم، كل الحاجات دهيت دولت المواد اللي هي الناشفة. هاجي بعد كده المواد اللي هي اللي انا هستخدمها عبارة عن برتقانة وتفاحية وليمونة خضرة وليمونة صفرة وجزر احمر وجزر اصفر. مش لازم يعني تجيب الجزر، بس المهم الجزر هو كان عندي، وكرفس. وعندي الاعشاب اللي هحطها مع الميه دي، الحاجات دي، روزميري والزعتر البري اللي هو التايم. تعالوا نشوف هنعمل ايه في التركي بتاعنا. الاول حاجه انا هغسل التركي، هنقعه بدقيق وليمون واغسله زي ما بتغسلي الفراخ عادي، ما بتغسلي اي حاجه. ودي بتبقى الخطوة الأولى اللي احنا هنعملها في التركي في الغسلة بتاعته. بعد كده انا هحط المكونات دي كلها، هقطعهم وهحطهم في المية. مية عندي مع ملح وسكر بني، وهنستخدمهم. دي هيكون محلول النقع اللي هنقع فيه الديك الرومي من بالليل لتاني يوم عشان اديله الحياة. احنا لما بنيجي نعمل الديك الرومي بنعمله في 3 خطوات. اول يوم الغسيل والنقع، تاني يوم التتبيل، تالت يوم اللي هو التسوية. لو انت جايباه فروزن بالمفروض ان هو بيبقى على رف التلاجة، بتسيبيه قبل ما تسويه، تيجي تعمليه ب4 ايام او 5 ايام على رف التلاجة. او لو انت جايباه فريش تقدري تطلعيه وتعمليه على طول في الاكله بتاعتك. تعالوا نشوف هنبتدي ايه معانا في الخطوه اللي جايه هنعمل ايه. انا وريتكم المكونات. انا هحط كمان مع الحاجات دهيت كوبايه فيها ملح وكوبايه فيها من السكر البني. السكر البني هو عباره عن انه بيخلي اللحم الديك الرومي طري وجوسي وحلو. هنشوف ازاي هتبقى الطريقه النهارده السنه دي، هتبقى عاملينها ازاي في طريقه الديك الرومي، هتبقى مختلفه خالص عن كل سنه. تعالوا نشوف السنه دي هتبقى عامله ازاي، ويا رب الفيديو يعجبكم والتركي يعجبكم السنه دي. وكل سنه وانتم طيبين، ويلا بينا نكمل باقي الفيديو. انا حبيت اوريكم ادي ديت حوالي كوبايه الا ربع او كوبايه كبيره من الملح، لان احنا هنحتاج الملح عشان هو ده اللي هيحيق الاكلة بتاعتنا. وعندي هنا هو حوالي من كوباية كوباية ونص من السكر البني. زي ما قلت ان السكر البني بيساعد الديك الرومي ان هو الصدر بتاع الاكل اللحم بتاعه يكون طري وجوسي وحلو خالص. تعالوا نشوف هنكمل الفيديو هنعمل ايه في التركي وهنحط ايه ومع ايه، ويلا بينا.
انا دلوقتي مليت الحله ميه، هحط الاعشاب العطريه الروزماري والزعتر البري او الثايم، هحطه في الحله، وهحط الملح، وهحط كل الحاجات الدراي اللي انا عندي، زر الورد، القرفه، القرنفل، الحبهان، الورق اللوري، المستكة، الاول سبايسز، القرنفل، كل دول هحطهم، وهحط كمان السكر البني، وهبتدي انزل بالحاجات التانية. البرتقال قطعته سلايسد كده هو، والتفاح، الليمون الاصفر، كل ده بالقشرة هيتحط، بتغسليه قبل ما تحطيه طبعا. الجزر، والكرفس، والليمون الاخضر كمان بنقطعه برضو، وكل ده هولع النار وهغلي المية وادوب كل الحاجات دهيت، وهسيبه في لغاية ما تبرد. ممكن ازود تلج عشان لو انا خلصت غسيل التركي او حاجة، علشان خاطر لازم تكون ديت باردة تماما قبل ما ادخل الديك الرومي جواها، علشان خاطر اسيبه في التلاجة جوا بالحلة او بالطبق اللي انا حاطاه فيها، علشان خاطر ان هو يستوي كويس وان احنا نعمله. لازم تكون دي باردة، ممكن بعد ما تغلي نزود لها تلج علشان خاطر تبرد تماما قبل ما نحط الديك الرومي جواها. يلا بينا نشوف هنعمل ايه وازاي هنعمل بقيه الديك الرومي وهغسله ازاي، ويلا بينا. هستخدمه ازاي وهحطه ازاي؟ انا نوع التركي اللي انا جبته ما كانش فيه التايمر، فانا عندي التايمر ده موجود، بجيبه عشان معظم التركي فيه بيبقى فيه وفيه بيبقى من غيره، فلو هو مش موجود انت تاخدي من اللي موجود عندك تحطيه، لو هو موجود فيه خلاص يعني. فانا بدي نصيحة انك انت لازم تجيبي واحد احتياطي، احسن يكون التركي اللي انت جبتيه او اللي جالك ما يكونش فيه التايمر اللي موجود ده. يلا بينا نغسل التركي ونشوف هنعمل فيه ايه. بصوا انا هبتدي ادخل المعلقة واحدة واحدة، وهبص اول ما تدخلي بالراحة بشويش بعد كده، بصوا هتلاقيها دخلت على طول، وتبتدي ان انت تفصلي الجلد ما بين اللحم علشان خاطر انك انت تقدري انك انت لما تيجي تتحيقيه تقدري انك انت توصلي للمنطقة ده هي بسهولة. هنعمل الناحية دي ونعمل الناحية التانية. انا جايبة جنزبيل اللي هو الجينجر، هحط منه لما باجي اغسل فراخ او بغسل تركي، بيبقى حلو جدا بيشيل اي زفارة. وباجي الدقيق برضو، واحط ليمون معصور، وهحط معاه القشر. القشر بيبقى فيه زيوت، بيبقى حلو جدا وبيشيل اي زفارة واي حاجة ريحة وحشة لو انت شماها مش شامه ريحه زفاره فيها يعني. انا كده بعد ما الميه بردت وحطيت لها تلج وخليتها بردت خالص، وغسلت الديك الرومي وصفيته كل تمام، حطيته في الطبق تاني ودلقت كل الحاجات اللي كانت اللي انا غليتها مع بعضيها، وحطيتها في قلب الطبق وهخليها في التلاجة لبكرة، وهنحيق هوريكم ايه الحاجات اللي هنستخدمها في تتبيلة التركي السنة دي اللي احنا هنعملها في الفيديو بتاعنا. تعالوا نشوف هنعمل ايه بعد كده. السنة دي هنعمل التركي بطريقة مختلفة خالص. انا مخليالكم عشان اعرفكم الحاجات اللي انا هستخدمها. انا جايبة سيلرانتو اللي هو الكزبرة الخضراء، ودي غسلاها ومحطاها تصفى عشان احنا هنعمل السنة دي
التتبيلة بتاعت التركي بطريقة مختلفة خالص، وبالأعشاب وبالحاجات الخضرة. هنشوف هنعملها ازاي. وأول حاجة ده السيلرانتو، عشان تبقوا عارفين الاسم بتاعه بالإنجليزي ايه، اللي هي الكزبرة الخضرة. وده الكزبرة الخضرة، غسلها وحطها. وعندي الروزماري اهو برضو، عشان تبقوا عارفين الاسم، الروزماري اهو. وعندي فلفل حامي، وعندي الايطاليان بارسلي. ايطاليان بارسلي، الايطاليان بارسلي غير البارسلي التاني، في نوع تاني بقدونس، نوع تاني مختلف شوية غير اللي احنا بنستخدمه، كنا في زي بتاعنا بتاع مصر، اسمه ايطاليان بارسلي. وعندي التايم اللي هو زي الزعتر البري. بصوا ده المنظر بتاعه، انا كل ده الحاجات دي جبتها وبغسلها ومغلياها تجهز. عندي عندي بصل اخضر اللي هو جرين اونيون اهو، للي عايز يعرف برضو الاسم، اسمه جرين اونيون. ومعايا الديل اللي هو الشبت اللي هو الديل اهو. وعندي هنا هو البيزل، البيزل اللي هو الريحان اهو. انا خليت لكم الورق علشان اللي عايز ياخد سكرين شوت يبقى عارف اسماء الحاجات اللي هو عايز يجيبها بالانجليزي ايه. الريحان اللي هو البيزل، وعندي الشبت اللي هو الدل، والجرين اونيون اللي هو البصل الاخضر، والثايم ده هو نوع من انواع الزعتر، مش لان في الاوريجانو نوع تاني غير دوت برضو، بس دوت نوع زعتر بري حاجة زي كده اسمه ثايم، او لو مش هو مظبوط ممكن حد يصحح لي الاسم ايه علشان ما اقولش حاجة غلط وتطلع مش مظبوطة، بس يعني حبيت اقول لكم يعني. والروز ماري كلنا اللي هو اكليل الجبل، والبقدونس اللي هو ايطاليان بارسلي، انا بحب الايطاليان بارسلي عن البقدونس العادي. والسيلرانتو اللي هو الكزبرة الخضراء دايما ديت. فانا بحب اجيب الخضرة، احنا هنستخدمها بكرة في التتبيلة بتاعت التركي، الحاجات دي كلها هنشوف ازاي هنعملها. جيبيني لازم نجيبها، هنغسلها وننشفها عشان نشوف بكرة هنستخدمها ازاي. وتابعوا الفيديو معايا عشان نشوف هنعمل ايه بكرة في الاكلة بتاعتنا. احنا دلوقتي ده تاني يوم هنبتدي نعمل فيه التتبيلة بتاعت التركي اللي هنعملها. هناخد اول حاجة ناخد حتتين من الزبدة، وانا مطلعاها من برة التلاجة قبلها بيوم علشان تكون طرية، اقدر ان انا افردها على اللحم التركي، وهشوف الاضافات اللي هضيفها في الزبدة ديت ايه. انا جايبه النوع اللي هو البيور ايرش باتر ديت، النوع ده حلو جدا، وزي بتاعتنا بتاعت مصر الزبدة الصفرة بتاعتنا حلوة خالص. في كمان انا واخدة 2 ستيك، بصوا هي حتى روم تمبرتشر وسايحة خالص، حلوة خالص. فايه عشان اقدر ان انا افردها وافرد الحاجات الاضافات اللي انا هحطها عليها معاها. تعالوا نشوف ايه اللي هضيفه على الزبدة مع الحاجة ديت. السنة دي التركي هنعمله بالاعشاب العطرية، مش هنحط فيه اي حاجة تانية غير الاعشاب اللي احنا هنستخدمها. فانا جايبة الزعتر البري وهحطه على الزبدة. كل اللي هعمله ان انا هضيف الزعتر، هقطعه كده واحطه مع الزبدة عشان يدي فليفر للزبدة عندي لما اجي اعمله. وهعمل خلطة تانية بالزبادي والثوم والحاجات التانية برضو هنحطها مع الزبدة. في خلطة تانية بالزبادي هنحطها لوحديها، هوريكم في الاخر هتبقى عامله ازاي. بس دي الاضافات اللي هنحطها في الاول للزبده عشان تدي فليفر للزبده، ولما التسليه يدخل الفرن يبقى مديلي نفس النكهه بتاعه الاعشاب اللي انا هحطها ومضيفاها معايا للحاجه اللي انا هضيفها النهارده. عندي روزميري كمان فريش هحط منه. لو مش مش هحط معلقه ثوم كمان على الزبده، هيبقى عندي معلقه ثوم كمان هنا. وهبتدي ان انا اخلط المكونات دهيت. ده
وهضيف الإضافة الأخيرة اللي هضيفها للزبدة، هضيف شوية شبت بس كده. كده ديت الزبدة جاهزة معايا، ان انا لما اجي افردها على الديك الرومي تكون جاهزة بالفليفر اللي انا حطاها، التوم والاعشاب اللي انا حطيتها، حطيت التايم وحطيت اللي هو الزعتر البري وحطيت روزميري وحطيت شبت. هنيجي بقى في اضافات تانية هنحطها للخلطة التانية اللي هنعملها، دي هنخليها على جنب دلوقتي ونيجي للخلطة التانية اللي احنا هنبتديها. هنعمل كل حاجة فيها هتكون خضراء، الماريناتد اللي هنعملها الماريناتد الاخضر، تعالى نشوف هيكون فيه ايه. اول حاجة هاخد من الشبت هحط، لان الخلطه دي عايزه منها هتكون في منها للتركي، والخلطه الثانيه هنستخدمها زي الدب مع التركي، يبقى بدل الجريفي هيبقى زي الجريفي. هنحط من الشبت وهحط بقدونس وهحط كزبره خضراء حوالي حزمه كبيره، وهحط ريحان، ده بقى هحط برضو مجموعة حلوة لان انا محتاجة الريحان يكون قوي فيه. جايبة ثلاث حزم وهما حطهم فيه، لان زي ما قلت عايزة هيكون معايا الخلطة دي محتاجة ان هي تكون فيه بزيادة عشان هنعمل بيها دب هيكون موجود مع اللحم على الحاجة تكون جاهزة ان هو يتحط. هيكون كمان معايا بصل اخضر، انا مش هستخدم البصل العادي، هستخدم بصل زي ما قلت لكم المارينيت اللي انا هستخدمه النهارده مارينيت اخضر، كل حاجه اخضر. هحط بصل اخضر وهستخدم فلفل حامي اخضر او فلفل رومي، بس هو ما بيبقاش مشطشط قوي فممكن نستخدمه. تعالوا نفرم دول شويه ونحط بقيه، نزود بقيه الحاجه اللي هنحطها. هحط زيت زيتون علشان خاطر بس الحاجه تمشي معايا وتتفرم، وهضيف معاهم الثوم والزبادي عشان نعمل المارينيت اللي هنعمله، وهضيف بعد كده معاهم ليمون معصور ونشوف هيتعمل ايه، بس هنعمل خطوه خطوه في الاول. عندي حوالي ربع زبادي كبار، هضيف الزبادي ليها وهضيف الثوم حوالي معلقتين ثلاثه ثوم، حوالي وصفه كبيره. ونفرمهم ونشوف. زي ما احنا شايفين ده كده اللون الاخضر، ده بقى كده المارينيت اللي انا هحيق بيه الديك الرومي بتاعي. هضيف بس التوابل اللي انا هضيفها، مش هضيف حاجات كتيره لان اوريدي عايزه طعم الاعشاب تبان. فكل اللي هعمله هعصر ليمون بس في الخلطه بتاعتي، هعصر ليمونتين كبار. وهضيف معاها ملح وفلفل بالليمون وحبهان مطحون بس. هو ده حياق التركي السنه دي بتاعنا، وده المارينيت اللي هنستخدمه في الحياق بتاعنا. طبعا انا كمان شلت من الميه اللي انا كنت مغطساها فيها من قبلها بيوم، شلت منها كوبايه من قبل ما احط الديك الرومي جواها، مصفياها عشان احقن بيها التركي زي ما بحقن التركي كل سنه، لازم يتحقن عشان يدينا كده يبقى طعمه جوسي كويس واحنا نقدر بنفسه. خليني احط التوابل ونشوف هنحط ايه. الملح هحط حوالي 3 معالق ملح، الحبهان المطحون هضيف حوالي معلقه صغيره مش كتير، بس لان بحب احط في الفراخ او التركي او اي طيور حبهان بتدي تفرق في طعم الاكل. والفلفل الليمون هحط حوالي معلقه عشان تديني طعم الليمون برده مع الفلفل بتاعي بس كده. ده كان حقيقة التركي، وهنزود زيت زيتون علشان الاكله بتاعتنا. وكده المارينيت بقى جاهز. تعالوا نشوف بقى هنتعامل مع التركي مع الخلطه اللي احنا جايبينها دي. دي مش هناخدها كلها للتركي، هناخد جزء منها هنحيق بيه التركي والباقي هنحطه في علبه في طبق ونخليه على جنب لما نيجي بعد التركي ما يستوي. ده ممكن يتحط على التركي، هوريكم هيبقى المنظر عامل ازاي والطعم عامل ازاي بعد كده. تعالوا نشوف هنعمل فيه ايه. وده كده الخلطه اللي هشيلها في الثلاجه، دي ساعه تقديم التركي هنحطها معاه. وده اللي هحيق بالتركي، هو دوت الخلطه اللي هحيق بيه. تعالوا نشوف هنعمل ايه في التركي وهنظبطه ازاي. انا سايباه يصفي الميه بتاعته وهنشفه كويس وهنظبط التركي مع بعض ازاي. طبعا انا هشيل لما تيجي اي حاجه او اي حاجه عشان خاطر دي
شويه من الميه اللي انا حطيت فيها امبارح، البرتقال والقرفه والقرنفل وكل الحاجات اللي انا استخدمتها في الخطوه الاولى اللي احنا عملناها، او تعتبر الخطوه الثانيه، علشان احنا الخطوه الاولى غسيل التركي، الخطوه الثانيه اللي احنا عملناها علشان خاطر ان احنا نعمل الديك الرومي. اخدت منها كوبايه مصفيه، وهاخد منها حقن، مش حقن كتير لان انا لسه هوريكم انا هعمل ايه في التركي. ودي الابره اللي انا بستخدمها في حقن الترقي. الترقي بتتباع دلوقتي في الاوقات دهيت، بتلاقوها موجوده، في منها ستانلس، في منها بلاستيك، في منها باغ كده وتقيله. جيبي احسن حاجه واتقل حاجه علشان بتاخد وقت معاها. في دولار في واحده بتتباع برده مش وحشه، تستخدم مره او اتنين تلاته وبعد كده لو خلاص بتعمل. فاحنا كل اللي هنعمله هاخد شويه من الميه اللي انا اخدت منها اللي طلع من الحاجات دهيت، وهبتدي هدخل الابره في كل حته وابتدي انغز فيها شويه في الحتت اللي هي ممكن ما يوصلهاش اي حاجه من الحاجات دي. هحط في اهم حاجه عندي كمان في اللي هو الرجلين بتاعت التركي كمان عشان تكون حقيقة كويس. وكمان هتديها فليفر القرفه والحاجات اللي احنا حطيناها. انا عارفه في منكم بيقول لي هتبقى دي حاجات كتيره، بس صدقوني بعد كده الديك الرومي من الحاجات اللي هي بتحب تاخد لها توابل وتحط لها حاجات كتير عشان الزفاره بتاعته ما تبقاش كتير. انا مش هحقن منه كتير، لو علشان خاطر هوريكم انا هعمل ايه في صدريه التركي عشان ابتدي اعمل حاجه. بس قبل ما هعمل اي حاجه هاخد من الزبده وهدهن بيها تحت الجلد اللي انا عاملاها، وهدهن بيها من جوه اهي كده. وهخلي الباقي بعد ما اخلص هوريكم هنعمل فيه. تعالوا نشوف. ممكن اخد معلقه من الزبده اللي انا عملتها اضحكها معاها عشان ممكن استخدم الزبده دي. بنصح لما تيجي تسوي التركي سويه في صواني من التقيله ديت، بلاش الصواني الفويل لان التركي بيبقى تقيل. لما هتحطيه في الصينيه الفويل لو جيتي تطلعيه تقلبيه او عايزه تشيليه من بتاع هيقع منك، مش هتمتلكيه. فعشان كده بنصح بالصواني ديت، دي خفيفه مش تقيله بس ماسكه نفسها. ودي النوع دوت موجود في المحلات بيتباع اليومين دولت للتركي، وسعرها ما بيبقاش غالي. فيفضل ان انت تجيبي يكون عندك الصينيه من الصواني الكبار دولت للتركي، تاخد الحاجات ديت وانت لما تيجي تحطيه في الفرن. تعالوا نشوف هنحط في التركي ايه ونعمله ازاي. طبعا انا هحط دي في القعر من تحت هنا هو، بحيث ان هي دي هتبقى يعني تعملي زي مرقه. وهضيف بقيه الميه اللي انا حطيتها دي، هضيفها في قعر الحله الصينيه اللي انا هحطها عشان ينزل ميه وينزل الحاجات اللي هينزلها دي كلها. ناخدها ونضربها في الخلاط ونصفيها، ومعلقتين دقيق نشكلها ونحطها على النار، نفضل نقلب. وكده الجريفي ده يبقى جاهز لو عايزه تضيفيه للتركي، او لو عايزه تضيفيه للماش بوتيتوز اللي انت هتعمليها. تعالوا نشوف هنعمل ايه. انا اول حاجه انا عندي دلوقتي الخلطه اللي انا عملتها اللي هي الجرين مارينيتد او الجرين صوص اللي احنا هنستخدمه. هبتدي ان انا اضيفه على الفتحات اللي احنا حاطينها، وهحطها حوالين داير التركي. انا هحطها دلوقتي الاول على القلب، وهحط في كل فتحة انا عاملاها هدخل فيها الصوص او المارينيت اللي انا عاملاه للديك الرومي بتاعي.
وهبتدي برضو ادعك بالزبده الحتت معاها مع الحاجات دهيت، علشان لما هقلبه مش هعرف افتحه تاني. هحط الزبده على نقولكوش على الريحة عاملة ازاي بتاعت الاعشاب والزبادي والحاجات دي كلها عاملة ازاي. هنيجي بقى بعد كده، بصوا ده هنحطها كده، وهنحط ندخل الديك الرومي تاني جوه بحيث ان احنا نقفلها. ونيجي الحاجات اللي احنا عايزين نحطها، هنحطها جواها البصل والكرافس عندي، برتقانايه، خليني اغسل بس السكينه. هجيب البرتقانايه انا قطعتها سلايسد، هدخلها جوه التركي، وهحط واحده الناحيه التانيه فوق هنا اهوت. بصوا الحته دي، بس برضو احط فيها خياء عشان ايه تبقى حيقه معايا. وهحط البرتقانية دي كده فيها عشان بس، وهنقفله تاني. بصوا اهو هنرفع دي كده زي ما هي كانت محطوطة في الاول، ونحط ديت جواها، نقفلها جواها اهي. الناحية التانية نقفلها بنفس الحكاية. وكده احنا قفلنا على الديك الرومي بتاعنا، ونشوفها ايه هحط لكم ايه ووريكم دلوقتي عشان تبقوا عارفين ازاي هتبقى معمول. زي ما احنا شايفين ده البابيت او التايمر اللي انا قلت لكم عليه، ده بيتحط في صدر الفرخه التركي. انا هحطه، هشوف حته وهحطه اهو، حطيته الناحيه دي اهي. بصوا اهو
هوريكوا هيبقى عامل ازاي، علشان خاطر لما اجي اطلعه هوريه لكم، هيبقى هيعرفني اذا كان البتاع استوى ولا لا. وهاجي هدهن بس، احط بقيه الزبده على الوش كده اهوت علشان تحمر معايا ناخد بقية الخلطة نسقي بيها. ضمنا انها، ولو حسيت ان هي محتاجة تاني ممكن تجيبي من اللي انت شايلاها في التلاجة وتستخدمي فيها. تعالوا كده الترك بتاعنا اتحيق واتبل وتجهز، يدوبك يتحط في التلاجة لتاني يوم ونحطه في الفرن. التركي دايما لما بالنسبة للناس اللي ما بتعرفش تحسب ازاي التركي بياخد وقت قد ايه في الفرن، التركي بياخد كل باوند بياخد ربع ساعة في الفرن. يعني انت لو جايباه 10 باوند احسبي على كل باوند ربع ساعة، شوفي هياخد قد ايه. جايباه اكتر من 10 باوند حوالي 15 20، اعملي التركي لو انت ما عندكيش التايمر ومش عايزة تستخدمي التايمر دوت. فاي حاجة حجمها اي حاجة، حتى لو لحمة في الفرن او روز بيف او اي حاجة، كل الحاجات اللحوم والطيور بتاخد في الفرن على كل ربع ساعة، على كل باوند ربع ساعة سوا. فحسب حجم الرومي عندك، حسب حجم الروز بيف، حسب حجم حتة اللحمة او دكر البط او الواتيفر اللي انت هتطبخيه، كل باوند عليه ربع ساعة من السوا. ده كان الفيديو ابتداء من النهاردة، وبكرة هوريكو بعد ما هستوي هيبقى عامل ازاي، وازاي هحط عليه الصوص لما هاجي استخدمه. تعالوا نشوف بقية الفيديو بكرة. هو الفيديو ده هيكون طويل شوية لان احنا عارفين ده ما بتعملش غير مرة في السنة. التركي ليه اصوله، عشان يطلع مظبوط معاكي لازم تحققيه مظبوط وتعملي له الخطوات بتاعته. وده الفيديو بتاعنا، شوفوه وكملوا بقية الفيديو للتركي، ونستنوا الفيديو لما هينزل لكم لتتبيلة التركي الجديدة اللي احنا عاملينها النهاردة بالجرين صوص. يلا بينا. انا عايزه اوريكم، بصوا القوام بتاعها عامل ازاي. طبعا لازم تتحط في التلاجة عشان لما نيجي نصبحها تكون ماسكه نفسيها ونقدر نصبحها. وما نيجي نصبحها هوريكم احنا هنصبحها ازاي. لازم يكون معاكي طبق فيه زيت جنبيكي، وتقدري انك انت تحطي ايديكي بالزيت وتحطي وتصبعي الكفته فيها عشان ما تلزقش معاكي، وتحطيها في التلاجة تتشمع شويه في التلاجة وانت مصبعاها، وبعد كده تحطيها على الجريل او تحطيها في الشوايه او تحطيها في الفرن، تحطيها في الاير فراير في اللي يريحك. وده كان الفيديو الكفتة النهاردة، يا رب يعجبكم. وادي الكفتة بتاعتنا، عجينة الكفتة تبقى جاهزة. تعالوا نشوف هتبقى عاملة ازاي. انا هنزل بالبصلايه اللي انا فرماها، وهنزل بالفلفل الاسود، والسبع بهارات، ولو عندك توابل كفتة حطيها،
يعني انا حاطه توابل كفته جايباها معايا من مصر، وفي بتتباع هنا في الماركت العاديه العربي بيتباع، وهحط 7 بهارات معاها كمان بزود عليها. ما عندكيش حطي 7 بهارات بس، هتدي الغرض اللي انت عايزاه ومش هتعملك اي مشكله. الملح هنحط على كل باوند معلقه ملح، ادي 1 ادي 2 3 4. انا بحب اقلل الملح علشان خاطر بخاف من الحاجه المالحه، فلو هي هتاخد 5 معالق ملح حطي 3، لو هي هتاخد 4 معالق ملح حطي 2، فدايما خليكي ايديك حنينه في الملح علشان خاطر ما تحيقش منك. الحاجه العذبه تتاكل لكن الحاجه المالحه مش هتتاكل. وهحط معلقه بيكنج باودر. البيكنج باودر بتعمل على ان الكفته ان هي تبقى مفتوحه من جوه، وتبقى تقدري انك انت تبقى ما بتبقاش مكتومه، تبقى فلافي كده وحلوه وجوسي. هقلب الكفته كويس وهوريكم. لازم تكون العجينه ملمومه معايا بطريقه حلوه خالص، وهوريكم هعمل ايه، هضيف اضافه اخيره ليها. طبعا عشان البصل واللحمه في ميه لازم، انا في ناس بيحبوا يحطوا عيش، في ناس بيحبوا يحطوا عيش، في ناس بيحبوا يحطوا الحاجات دي، انا ما بحبش ده خالص. كل اللي هقول لكم لو عايزينها زي بتاعه الحاتي في مصر، هنحط كوبايه من البرغل من غير ما نغسله من غير اي حاجه خالص، زي ما هو كده اهو هنحطه على الكفته وهنقلبها. البرغل دوت هو اللي هيمتص اي ميه احنا حطيناها في موجوده في الكفته، من الميه من اللي موجوده في البصل، من ميه البصل او من البصله اللي احنا حاطينها، من الميه اللي بتنزل من الدم بتاع اللحمه المفرومه، من اي حاجه. كل ده البرغل هو بيساعد ان هو يتلم ويلم وينشف وينشف الميه اللي موجوده معايا في قلب الكفتة. ده كده الفيديو بتاعنا، هوريكم بعد ما هتخلص هتبقى عاملة ازاي. وانا بسوي دلوقتي في الفرن كام صابع كفتة برضو، هوريكم طالعة عاملة ازاي، وتعالوا نشوف هتبقى عاملة ازاي الكفتة بتاعتنا. زبدة وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد عمال بحكي له اهو. طيب وديني الطبقه بتاعتي. طب هعمل ايه؟ يا وزن هي واقفه بره تاخده. بقول لك كده في منه ده كده في عند ابو ايه؟ ما عندي.